خصوصا لو متقطعه يعني فيليه مش بتاخد وقت، وهتكمل طبعا بقيه سواها كمان في الفرن. نبدا بقى نطلعها على البايركس اللي هندخله الفرن. عندي بايركس اهو، هبدا ادخل بقى الصدور كده بالشكل ده. وهقوم كمان جايبه البروكلي، هديله كده تقليبه في الجريل او في الطاسه مكان الفراخ، تشويحه كده بس بسيطه كده، ايه بروكلي ياخد من البهاريز كلها اللي اتحمرت فيها الفراخ بالشكل ده اهو. مش عايزه يعني اسويه اكتر من كده، انا مش عايزاه يعني يبقى دبلان، انا عايزاه بس ايه ياخد من البهاريز بتاع تحمير الفراخ. هبدا بقى ايه احط كده البروكلي في البايركس بالشكل ده. حابين بقى الكميه تقللوا وتزودوا على حسب ما انتوا حابين، دي بقى على حسب انتوا بتحبوا البروكلي كتير، بتحبوا البروكلي قليل، على حسب ما انتوا حابين. طبعا ينفع لو انتوا مش عايزين تعملوها ببروكلي خالص وعايزين تعملوها صينيه فراخ كده لوحدها، برضو ينفع على حسب ما انتوا بتحبوا. انا من الناس اللي بحب البروكلي جدا، فطبعا البروكلي يعني ايه ليه ناسه، يعني في ناس بتحبه جدا وفي ناس ما لهاش فيه خالص، فعلى حسب بقى انتوا ايه ما بتحبوا يعني. نبدا نرفع ده كده. تعالوا بقى نحط شويه البشاميل. فريال صباح الفل. فريال صباح الفل معانا؟ طيب حاولي تكلمينا تاني. اجيب بقى مجرفه كده ونبدا بقى ايه نسقسق شويه البشاميل كده على الفراخ من فوق وعلى البروكلي. بصوا مش عايزه البشاميل يبقى تقيل، عايزاه يبقى حلو كده وكريمي زي ما انا، بصوا شايفين كريمي كده وحلو يعني، ومش مش ما تحسوش ان الدقيق فيه كده تقيل بزياده يعني، اهو بصوا كريمي خالص كاني بحط كريمه مش بشاميل اهو. انا بالشكل ده. فريال صباح الفل. صباح الفل يا ست، ازيك يا حبيبتي؟ ايه؟ عامله ايه اخبارك؟ ايه تمام الحمد لله، بحب كله حلو؟ حضرتك جدا. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. ربنا الله يخليك، تسلمي منوره حبيبتي. والله يا سيد. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي. ربنا يخليك، الله يخليك. بحب حضرتك جدا ومتابعاكي. تسلمي يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. قولي لي عندك اي سؤال؟ عايزه طريقه المكرونه بالبشاميل. حاضر عيني. بصي احنا لسه عاملين البشاميل حالا اهو، هقول لك بقى المكرونه. احنا لسه عاملين البشاميل اهو حالا، وهقول لك بقيه الخطوات حاضر تعمليها ازاي. شكرا يا حبيبتي. بصوا البشاميل كريمي جدا وحلو، انا مش عايزه زي ما قلت لكم، انا مش طالبه ان انا اعمل بشاميل كتير، انا عملت كوبايتين بشاميل كده بالشكل اللي انتم شايفينه، معلقتين زبده مع معلقتين دقيق، وعليهم حوالي كوبايتين من اللبن. وهبدا بقى احط شويه الجبنه كده فوق الوش، وزي ما قلت لكم موضوع الجبنه اختياري، حابين تشيلوا خالص موضوع الجبنه من فوق الوش تقدروا برضو تعملوا كده اهو بالشكل ده كده. قطعة بقى كل واحد ياخد قطعة الفراغ بتاعته بشوية بروكلي بشوية بشاميل، هتبقى بجد طعمها يجنن، طعمها حلو جدا. تعالوا بقى يلا ندخل الفرن ونيجي نكمل الوصفة اللي بعديها. تمام.